بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الدعاء له شأن عظيم في العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. الدعاء أمر الله به وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرنا الله جل وعلا بدعائه ووعدنا أن يستجيب لنا، ولكن الدعاء إذا كان غير مشروع فإنه لا يقبل، كما إذا دخله اعتداء على أحد: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء أن تدعو على شخص وهو لا يستحق ذلك، تظلمه، تدعو عليه وهو لم يظلمك ولم يكن منه عليك ضرر، تدعو عليه، هذا من الاعتداء في الدعاء. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. نعم. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. اي نعم، العمر مقدر، ولا تدعو بطول العمر لأنه مقدر، ولكن تدعو التوفيق للعمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لما دعت حبيبة بنت أبي سفيان، لما دعت أم المؤمنين، لما دعت لأبيها أن يطيل الله عمره، ولزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عمره، قال: لقد سألت لآجال مكتوبة. العمر مقدر، لا يدعى بطوله أبدا، إنما يدعى لأن يجعل الله فيه بركة ويجعله عمرا مباركا، هذا هو المطلوب. وأن تسأل الله جنة تعوذ به من النار، هذا هو الدعاء النافع. نعم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد نعم قيل. هذه الآية قد تشكل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، كيف ينقص من عمره وهو مقدر؟ إلا في كتاب، كتاب اللي هو القدر، اللوح المحفوظ، فينقص من عمري. فالعمر هو مقدر بلا شك، لكن هناك أسباب يطول بها العمر أو ينقص بها العمر إذا وجدت. عمر مقدر على أسباب، إذا وجدت وجد المسبب. وأيضا هذا جواب. والجواب الثاني أن المراد بالدعاء
بطول العمر أن يبارك الله في العمر، لا أن يمد أجله، وإنما أن يبارك فيه، جعله عمرا مباركا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا من أسباب البركة في العمر والتوفيق فيه. نعم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخر. نعم. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ليس هذا شخص واحد، وإنما هو شخصان: شخص أطال الله عمره، كتب الله له عمرا طويلا، وشخص نقص عمره عن الآخر، نقص عمره عن الآخر، لا عن الأجل، وإنما نقص عن الآخر. عندنا عمرين: واحد طويل وآخر أقصر منه. نعم. وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. نعم، الملائكة تكتب على بني آدم ما يصدر عنهم، وترفع ما كتبته إلى الله، فالله جل وعلا يمحو ما يشاء مما كتبته الملائكة ويثبت ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، فيكون النفي والإثبات إنما هو في صحف الملائكة التي كتبتها على بني آدم. نعم. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن نحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة. أي نعم، التي كتبتها الملائكة على ابن آدم ترفعها إلى الله، ثم الله يثبت ما يشاء منها ويمحو منها ما يشاء من أعمال بني آدم. نعم. وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. نعم. ويدل على هذا الوجه سياق الآية. نعم. وهو قوله: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب. لكل أجل كتاب، يعني قدر مقدر، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، من هذا الكتاب الذي مع الحفظة، وليس الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير. نعم. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب، أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت من صحائف الحفظة، وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. نعم. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. نعم، هذا قول آخر: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أن هذا في الشرائع، أن الله ينسخ منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء. والنسخ في الشرائع هذا شيء معروف، ننسخ من آية أو ننسيها، نأتي بخير منها أو مثلها، الله ينسخ من الآيات من القرآن ومن الكتب السابقة، ينسخ ما يشاء ويثبت. نعم. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، أن المراد يمحو الله ما يشاء
ويثبت من الشرائع التي شرعها لعباده. نعم. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. بعض العلماء يقول في الآية تقديم وتأخير، والأصل أن كل كتاب له أجل، يعني كل شريعة لها أجل، ثم ينسخها الله بشريعة أخرى. نعم. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله. أي نعم، والله هو الذي ينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، والنسخ واقع في الشريعة. هناك أشياء نسخت، هذا في الشريعة معروف النسخ، وهذا لحكمة من الله عز وجل، والنسخ قد يكون إلى أخف، قد يكون إلى أثقل، وقد يكون إلى بدل، وقد يكون غير بدل، معروف باب النسخ في أصول الفقه معروف. نعم. ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم. أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها. نعم. ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب. نعم. قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه بعلمه المحيط العام، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق الخلق، وهو يعلم ما يكون منهم ويعلم ما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. ليس المراد أنه لا يعلمها حتى يفعلوها، يعلمها من قبل، ولكن يعلمها عند فعلها، هذا يسمى علم ظهور، يسمى علم الظهور، يعني يعلمها في الأزل ويعلمها أيضا إذا ظهرت ووجدت. نعم. قال الشارح: يعلم سبحانه ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان، يعني ما مضى، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. ولو ردوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله علم أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه، فليسوا صادقين أنهم لو ردوا لبدلوا عملهم، هذا طبعهم الخبيث. نعم. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن لو ردوا على تقدير وفرض، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا. نعم. كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، سمع قبول، ولهم يسمعون بآذانهم،
لكن لا يسمعونه سماع قبول وامتثال. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا. سمعنا يعني سمعوا ما بلغ إلى آذانهم، سمعوه، سمعوه، هذا سماع طبيعي، الأصوات يسمعها من يسمع، وهم لا يسمعون، لا يمتثلون أوامر الله جل وعلا. السماع يراد به الامتثال والتطبيق، وليس مجرد سماع بالأذن. نعم، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. نعم، الرافضة القدرية هم الأصل، معتزلة هم الأصل، أنهم ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف، يعني جديد ومحدث ولم يسبق له أن قدر، ما قدر في الماضي، إنما إذا حدث علمه الله، مع أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما يحدث وما لم يحدث، لو حدث كيف يحدث، الله عالم، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. هم يقولون لا، ما يعلم الشيء حتى يحدث، تعالى الله عما يقولون. نعم، فهم أنكروا علم الله جل وعلا المحيط العام لكل شيء، أنكروه. وليس هذا بأول تصرفاتهم وأول أمورهم المنكرة وبدعهم، فإنهم الجراءة على الله وعلى أوامره ونواهيه، لأنهم يقدسون العقل، يقدسون العقل، يجعلون العقل كأنه هو الذي يعرف الأشياء ويعلمها ويحيط بها، مع أن العقل مخلوق لا يدرك إلا ما قدره الله له، مخلوق من جنس المخلوقات. هم يعظمون العقل ويجعلونه شريكا لله عز وجل، ولذلك وقعوا في الاعتزال والأمور المنكرة بسبب جرأتهم، عدم تأدبهم مع الله ومع الشرع ومع الأدلة. نعم، وفي ترد على الرافضة والقدرية الذين، والرافضة من الشيعة، هم من الشيعة وسموا رافضة لأنهم جاءوا إلى محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، جاءوا إليه قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: قل هم أصحاب رسول الله وهم رفقاء جدي علي بن أبي طالب وإخوته. فاعترف لهم بالفضل لأبي بكر وعمر، قالوا: إذن نرفضك. قال: وإن رفضتموني. فلذلك سموا رافضة، لأنهم رفضوا محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، سمي بابن الحنفية لأن أمه من بنيفة. نعم، وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان. من سوء أدبهم مع الله أنهم قالوا إن الله ما يعلم الشيء حتى يحدث، إذا حدث علمه الله، الله يعلم ما كان وما يكون، ويعلم بالعلم الأزلي ماذا سيكون وسيحدث في مخلوقاته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والخالق سبحانه وتعالى يعلم خلقه وما يعملون قبل أن يخلقه. نعم، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله جل وعلا أمر العباد بطاعته
والإيمان به، ونهاهم عن معصيته، نهاهم عن الكفر والفسوق والعصيان، فهو يأمر وينهى سبحانه وتعالى رحمة بعباده، يأمرهم بطاعته رحمة بهم، وينهاهم عن معصيته رحمة بهم، من لطفه بهم سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. أي نعم، وهذا في رد على من يزعمون المعارضة بين الشرع والقدر، يقولون الله يقدر على العبد أشياء ثم يؤاخذه عليها إذا خالف، كيف وهو يعلم أنه سيخالف؟ كلام باطل، اعتراض على الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس، قدم الجن، وما خلقت الجن، والجن هم العالم الذي لا يرى، لا يرى، سموا جنا لاجتنانهم وعدم ظهورهم، مع أنهم يعيشون مع الناس على سطح الأرض ويمشون، ولكن الإنس لا يرون. إنه يراكم، يعني إبليس وجنوده، إنه يراكم هو وجنوده من حيث لا ترونهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان، وهو عدم الرؤية للشيء. نعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن الحكمة من خلقه الجن والإنس. الحكمة هي أن يقوموا بعبادته سبحانه، وعبادته راجع مصلحتها إليهم، وإلا فإنه جل وعلا غني عنهم وعن عبادتهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما مصلحة العبادة راجعة إلى العباد، فمن رحمته أنه أراهم بعبادته لما فيها من الخير لهم والمصلحة لهم. ما أريد منهم من رزق، الله جل وعلا ما أراد منهم أنهم يرزقونه، لأنه غني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الرزاق سبحانه. ما خلق الجن والإنس لأجل أن ينفعوه أو لأجل أن يرزقوه، لا، خلقهم ليأمرهم بعبادته، وعبادته مصلحتها لهم راجعة لهم. نعم. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. إيش الحكمة في خلقه الموت والحياة؟ ليبلوكم، يختبركم، أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، ليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالأحسن، العبرة بالأحسن. وربما يدخل الإنسان الجنة بحسنة واحدة، ما عنده أعمال كثيرة، لكن بحسنة واحدة، مثل الذي عرض عليه 99 سجل من السيئات، مملوءة بالسيئات، قيل له: أتنكر من هذا الشيء؟ قال: لا. قال: لا. هل لك حسنة؟ هاب أنه يقول لي حسنة، مش الحسنة الواحدة بجانبها هالسجلات المملوءة بالسيئات، هل لك حسنة؟ قال: لا. قيل له: بلى، إنك لا تظلم. فأخرجت ورقة فيها لا إله إلا الله، أنه قال لا إله إلا الله ومات عليها، فوضعت لا إله إلا الله في كفة
ووضعت السجلات 99 كل سجل مد البصر في كفة أخرى فمالت بهن لا إله إلا الله فدخل الجنة دخل الجنة. فهذا فيه أن العمل وإن قل إذا كان خالصا لوجه الله أن الله يبارك فيه وينفع به صاحبه، فليس العبرة بكثرة العمل. ولهذا لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا، ولا يكون أحسن إلا إذا كان موافقا لشرع الله وخالصا لوجه الله بشرطين: أن يكون موافقا لكتاب الله وخالصا لوجه الله عز وجل. نعم. قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت أن للعبد مشيئة، ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، في موضعين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشر عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم، الكفار يقولون: لو أن الله كلمنا وأنزل أعطانا الكتاب أسلمنا وآمنا. الله جل وعلا قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، ملائكة كله، وكلمهم الموتى، موتى في القبور كلموهم، هذه معجزة لا يقدر عليها إلا الله، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، مواجهة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالإيمان ما هو بيد الإنسان، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله. أما إن الإنسان يدعي أنه من ذات نفسه يؤمن، من ذات نفسه لا، ما يؤمن إلا إذا شاء الله أنه يؤمن. نعم. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو شاء ربك ما فعلوا الكفر والسيئات والمعاصي والمخالفات، ولكنهم فعلوها بمشيئة الله عقوبة لهم وإذلالا لهم لما لم ينقادوا لرسول الله صلى الله لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله جل وعلا لا يجبر الناس على الإيمان، وإنما هم يؤمنون باختيارهم واقتناعهم. الله أعطاهم اختيار وأعطاهم اقتناع معرفة، وإلا هو لو شاء لآمنوا كلهم، لكن يريد أن يكون الإيمان نابعا منهم وباختيارهم ومشيئتهم. نعم. وقال تعالى:
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه ركونية. من يريد الله أن يهديه يشرح، يعني يوسع صدره للإسلام فيقبل الإسلام، ينشرح صدره له ويفرح به. ومن يريد أن يضله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ما يقبل الإسلام ولا يقبل شيء. ولذلك الكفار تضيق صدورهم بالإسلام وينفرون منه، من ينفرون من الإسلام يبغضونه، لأن الله لم يرد لهم الهداية عقوبة لهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالسبب من قبل العبد، هو الذي أغلق على نفسه باب الاختيار الطيب وطلب الخير، هو الذي أغلق على نفسه ذلك. ولو استعان بالله ودعا الله لا أعانه الله عز وجل. نعم. فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره وينبسط من الإسلام ويتسع للإسلام، يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله، هذه إرادة كونية، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا، قراءة حرجا، كأنما يصعد في السماء. اللي يصعد في السماء يرتفع، يفقد النفس ويفقد اللي يقولون الأكسجين. ولذلك اللي يروحون الطائرات يأخذون معهم أكسجين ولا لا؟ يأخذون معهم أكسجين مخزن، الجو ما فيه أكسجين إذا ارتفع، فتضيق صدورهم إذا ارتفعوا، كأنما يصعد في السماء. كلما ارتفع الإنسان ضاق صدره، لأن الأكسجين ينقطع عنه أو يقل. فالله شبه الذي أراد أن يضله أنه ما يقبل الحق، وأن مثله كمثل الذي يصعد في السماء، يضيق صدره وينتك نفسه، ما يواطن الإسلام ولا يواطن الدين والعياذ بالله. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أي نعم، كأنما يصعد في السماء. الذي يصعد إلى فوق يقل عنده النفس والأكسجين، ثم يضيق صدره وقد ينخنق ويموت. نعم. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولا ينفعكم نصحي، يقول نوح عليه السلام لقومه، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. قال الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، قيل 140، والبقية كلهم أبوا. التبن صار مع الكفار وأبى، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما استطاع أنه يجيب ابنه لما أنه انعزل وصار مع الكفار. والله جل ونوح عليه السلام أيضا بعدما هلك وبعدما انقضت القضية قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، الكافر ما هم من أهل المؤمن لأنه كافر، يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عامل غير صالح، فإني أعظك أن تكون من الجاهلين، فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم. نعم.
وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الذين كذبوا بآياتنا، شوف، كذبوا بآياتنا بالقرآن وبالكتب السماوية، صم الآذان لا يسمعون، بكم لا ينطقون، في الظلمات أيضا ليسوا في النور والهداية، هم يشوفون وعندهم كهرب وعندهم، لكن قلوبهم مظلمة في الظلمات والعياذ بالله، في الظلمات ما يشوفون، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى: قد يكون الإنسان جالس عند الأنوار وعند المصابيح ولكن قلبه في الظلمات ليس بخارج منها، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى: ذو النون عليه السلام كان في الظلمات ولكنه في قلبه النور والإيمان، ولذلك دعا ربه في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا المؤمن. نعم. وقال تعالى: ظلمات، يقولون بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ظلمات. نعم. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. صم لا يسمعون سماعا ينفعهم، لا يسمعون الأصوات يسمعون، لكن ما لا يسمعون سماعا ينفعهم. بكم لا ينطقون بالحق، هم فصحى وخطبا لكنهم بكم عن الحق والعياذ بالله. نعم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله، يجعله في ضلال ولا يكتب له الهداية، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم من أهل الإيمان وأهل التوحيد. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه. لا يكون في ملكه ما لا يشاءه، ما يكون في ملكه إلا ما شاء من الخير أو من الشر. الشر ليس إلى الله، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه، وأما بالنسبة لله فهو خير، لأن الله قدره لحكمة وعقوبة لبعض للمعتدين، فهو لحكمة ويحمد على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى. الله، هذا المعتزلة يقول أن الله شاء الإيمان من الكافر، لكن الكافر هو ما شاء الإيمان، هو نفسه ما شاء الإيمان، فعلى هذا غلبت مشيئة المخلوق مشيئة الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. الله أراد، لو قالوا الله أراد الإرادة الشرعية أراد الإيمان من الكافر، أراد، نعم هو أراد الإيمان إرادة شرعية، لكن الكافر لم يقبل. أما الإرادة الكونية والمشيئة الكونية لا، ما أرادها الله. نعم. ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن قيل يقولون إن واحد بدوي جاء عند واصل بن عطاء وهو في درسه، قال له: يا أيها الشيخ، إن ضالتي، إن ناقتي ضاعت وذلت، أريدك أن تدعو الله أن يردها. قال واصل بن عطاء: اللهم إنك لم تشأ ضياع ناقة هذا فضاعت فردها عليه. قال له الأعرابي: وقف وقف، لا حاجة لي في دعائك، إذا كان الله أراد، إذا كان الله أراد أن لا تضيع فضاعت، أخشى أن يريد أن يردها فلا ترد،
لا حاجة لي في دعائك. نعم. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية. يحتجون بالمشيئة بالقدرية بالشيئة القدر. لو قد يقولون لو قدر الله لنا الإيمان ما أشركنا. فهم يحتجون بالقدر والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. نعم. الله قال في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ذكر في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فما أخبر به في سورة الأنعام ذكره الله أنه وقع في سورة النحل. نعم. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعني هذه الأصنام. يحتجون بالقدر. قال الله جل وعلا ما لهم بذلك من علم. عندكم علم أن الله شاء عبادة الأصنام وشاء شرككم مشيئة أو إرادة شرعية؟ أرادها إرادة شرعية؟ لا. نعم. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أين؟ فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله جبرية. نعم. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى. نعم. إبليس قال بما أغويتني. ما قال أنا غويت وأستغفر الله وأتوب إليه. قال لا بما أغويتني. هو على مذهب الجبرية احتج بالجبر والعياذ بالله. إذن فالجبرية أتباع لإبليس. نعم. إذ قال ربي بما أغويني لأزينن لهم في الأرض. ما قال غويت استغفر الله وأتوب إليه. قال أنت اللي أغويتني. فهو يخاصم الله جل وعلا. نعم. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا والله وإن شاءه فإنه لا يرضاه ولا يحبه. شاء الكفر وأراده كونا لكنه لا يحبه ولا يرضاه. نعم. أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه فجعلوا مشيئته دليل رضاه. فرد الله دليل على رضاه. الله يشاء ما يحب ويشاء ما لا يحب سبحانه. نعم. فرد الله عليهم ذلك. نعم. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. نعم. أن الله يحبه وليس من لازم المشيئة المحبة. ليس من لازم المشيئة المحبة. نعم. أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره. نعم. أو كل المعنى واحد. نعم. فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. نعم. وقد احتج على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال نعم سارق على عهد عمر جاء به لتقطع يده طبق عليه القطع فقال تلومني أو تقطع يدي بشيء قدره الله علي؟ قال نعم نقطع يدك بقدر الله كما أنك سرقت بقدر الله. نعم. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال
وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. نعم، كذب الذين من قبلهم بهذا الاحتجاج. نعم، فعلم أن مرادهم التكذيب، تكذيب لا الإقرار بمشيئة الله وقدرة الله، وإن ما قصدهم المعارضة، معارضة أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره، أطلع الغيب. نعم، فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ نعم، هذه شبهة، لأن موسى لقي آدم عليهما السلام فقال موسى لآدم: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم لموسى: كم وجدت أن الله قدر هذا؟ قال: وجدته أن الله قدر هذا. قال: تلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ نعم. فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ فالاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز، أما الاحتجاج بالقدر على المعصية فلا يجوز. إذا أصابك مصيبة تقول: هذا قضاء الله وقدره، تصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. الاحتجاج بالقدر على المصيبة هذا مشروع طيب، أما الاحتجاج بالقدر على المعصية هذا لا يجوز. خروج آدم من الجنة هذه مصيبة. نعم. فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية. نعم، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه. ما احتج على الذنب، وإنما احتج على الإخراج من الجنة، وهذه مصيبة. نعم، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. كلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الذي قاله آدم عليه السلام. نعم. وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. نعم، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. يحتج به على المصائب لا على المعايب، يعني الذنوب. نعم، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. نعم، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له. نعم، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. نعم، قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. اصبر واستغفر. نعم، وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا وتتقوا، ما بتصبروا فقط، وتتقوا. نعم، وأما قول إبليس: رب بما أغويتني. نقف عند هذا. نعم، إبليس
احتج بالقدر بما أغويتني، ما قال أنا أخطيت وأنا أذنب استغفر وأتوب إليك، قال بما أغويتني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما شروط قبول العمل؟ ما شروط قبول الدعاء؟ شرطان: أن يكون العمل والدعاء من العمل، الدعاء من العمل، قبول العمل يشترط له شرطان: أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يكون موافقا بشرع الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس يا طويل العمر؟ باب التفاؤل يعني والدعاء، أنت ما تبي يصير طويل العمر؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ورد أن القدر أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، كيف يرد الدعاء من القدر؟ الله قدر أنك تدعو، الدعاء من القدر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس عند الخصومة يقول: أخبرني عندما تأتيك المصيبة لأضحك من انتقام الله عليك. إيش؟ يقول بعض الناس يقول عند الخصومة: أخبرني عندما تأتيك المصيبة عند الخصومة. وش الخصومة؟ خصومة عند القاضي يعني، أو عند الجدال قصدك؟ عند المصيبة، ما هي الخصومة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لا عطنا هذه، عدلها عند المصيبة. نعم. يقول بعض الناس عند المصيبة يقولون: أخبرني عندما تأتيك المصيبة لكي أضحك من انتقام الله عليك. وش هذا الكلام؟ سامج ساقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يشمت بأخيه يبتلى، اللي يتشمت بالناس يبتلى والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يسمى بالعلم المستحيل؟ الله لا يستحيل عليه شيء، الله لا يستحيل عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان، لو قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فلو ردوا يعني لو كان كيف يكون، لو ردوا لعادوا، هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يطول العمر بصلة الرحم؟ يبارك فيه أو يكون له عمران، عمر إن وصل رحمه وعمر انقطع رحمه، يكون له عمران، فبأي أحدهما سار عليه يكون هو عمره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يدعو الإنسان لنفسه أو لغيره بطيلة العمر؟ على طاعة الله، ما يقول طول العمر بس، يقول أطال الله عمرك على طاعته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول القدرية إن الأمر أنف؟ أنه يعني لم يسبق أنه مقدر، إنما قدر عند وقوعه فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نرد على من يستدل بحديث البطاقة بأن العمل ليس بشرط كمال؟ حديث البطاقة ما تمكن من العمل، نطق بالشهادة ومات ما قبل أن يتمكن من العمل، هذا حديث البطاقة، ما تمكن من العمل، شهد أن لا إله إلا الله مخلصا تائبا ثم مات في الحال، كتبت له هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعضهم عندما تنصحه على معصية يستدل
بقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا. إيه هذا احتجاج المعتزلة، لو شاء ربك ما بدل ما يستغفر يحتج بالقدر، ما يجوز هذا، يجب أنه يستغفر ويتوب ويعترف بذنبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم قول شاء القدر؟ لا، شاء الله، ما تسند الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يقال لمن عصى الله ثم تعذر بالقدر أن الله قد علم أنه سيفعله وقد كتبه بالكتاب ولم يأمره به؟ كتبه بالكتاب ما في شك ومقدر، لكن أمرك بالاستغفار والتوبة، أمرك بالاستغفار والتوبة ووعدك أن يتوب عليك ويغفر لك. نعم. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الدعاء على الكفار بعامة بالسوء؟ على من ظلم وتعدى يدعى عليه، أما اللي ما ظلم ولا تعدى ما علينا، كفروا عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى زنديق؟ معنى الزنديق هو الذي لا يدين بدين، لا يدين بدين من الأديان السماوية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل نفهم من قصة موسى مع آدم عليهما السلام أن العاصي لا يلام على ذنب قد تاب منه؟ نعم، ما يلام على ذنب قد تاب منه وتركه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم يوم يجتمع فيه طلاب تحفيظ القرآن ليسمع كل منهم محفوظه كاملا؟ لا بأس بذلك، هذا من المذاكرة، هذا من المذاكرة، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول تسأل والدتي عن صلاة الفجر للنساء، هل ينتظرنا إقامة الصلاة في المسجد أو يصلين بعد الأذان مباشرة؟ يصلين بعد الأذان مباشرة ولا ينتظرن صلاة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز قراءة آخر سورة البقرة في الركعة الأولى ثم قراءة آية الكرسي في الركعة الثانية؟ والله الإمام ابن القيم يقول ما يشرع يأخذ من أوساط السور، إنما يبدأ السورة من أولها، إن شاء أكملها وإن شاء لم يكملها، إلا ما ورد في ركعتي الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإلى آخر الآية، والآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الأولى في توحيد الربوبية والثانية في توحيد الألوهية، هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الفريضة هذه الأشياء من وسط السور، يقرأ من أولها إن شاء أكملها وإن شاء قرأ بعضها. نعم. أحسن الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة؟ تاب لا يذكر ذنبه، إذا تاب لا يذكر ذنبه، يحسن الظن بالله عز وجل، إلا ماذا يذكره تائب قد تاب منه. نعم. يستر على نفسه، ستره الله يستر على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الصلاة بالنعل في الفرض والنفل هل يعتبر من الغلو؟ لا، صلاة في النعل الطاهر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في نعليه، لكن عند الدخول ينظر إذا فيه ما أذى يزيله، هذا يوم كانت المساجد ترابية، أما المساجد الآن مفروشة، لو يؤذن للناس بالنعال تلبدت بالتراب وبالأوساخ، ما يصلح الآن، ما يصلح.
لكن لما كانت المساجد ترابية كانوا يدخلون بالنعال ويصلون فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم شراء الذهب ودفع الثمن عن طريق بطاقة الصراف؟ كيف؟ ما فهمت هذا. يعني البطاقة هذه تدخل ملك صاحبها على طول، المصروف له، تدخل ملك المصروف له على طول في المجلس، لا بأس. نعم. أما إذا كان تتأخر دخولها في ملك المصروف له، تأخر، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من لم يحج وهو مستطيع؟ هل يأثم بذلك؟ نعم، حجة الإسلام لا تؤخر، على الفور على المستطيع لا يتأخر في حجة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للخطيب مخاطبة أشخاص معينين أثناء الخطبة؟ للحاجة لا بس يأمر أحد يناوله شيء أو أحد يقضي حاجة، مثل فتح باب ولا إغلاق باب وما أشبه ذلك، إطفاء المكيف إذا كان يزعج، ما في بس. يكلم الإمام بعض المأمومين، ويكلم بعض المأمومين الإمام لحاجة شرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اشتريت قطعة أرض واقترضت نصف المبلغ، كيف أخرج الزكاة؟ يقول: اشتريت قطعة أرض واقترضت نصف المبلغ، كيف أخرج الزكاة؟ زكاة إيش؟ الأرض أو زكاة القرض؟ إيش الزكاة؟ الأرض يبيها للبيع، أو قصده الدراهم اللي أخذها ولا بعد سدد لصاحبها وبقيت عنده، إذا حال عليها الحول يزكيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب في السيارة مع مرأة أخرى معها زوجها في داخل المدينة؟ لا بأس بذلك، هذه ما هي بخلوة ولا هي بسفر، لا هي خلوة ولا هي بسفر، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هل هو خاص بالمسافر أو حتى يكون المقيم عند ركوب السيارة؟ لا، هذا دعاء السفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المرأة المطلقة هل يجوز لها أن تسلم على أبي الزوج؟ نعم، أبو الزوج محرم لها، حرمة مؤبدة، لا أن تسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أسكن الرياض ولدي إبل تبعد مسافة قصر. يقول: أسكن الرياض ولدي إبل تبعد مسافة قصر، إذا أتيتها جمعت وقصرت الصلاة مدة بقائي في أقل من 3 أيام، يقول: هل فعلي صحيح؟ نعم، لا بأس بذلك، أنت مسافر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل القول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله؟ نعم، لأن الله ذكره فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعله فوق الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل كلمة التوحيد وردت في القرآن أصلا؟ إيش؟ يقول: هل كلمة التوحيد وردت في القرآن أصلا؟ يعني كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، وردت في القرآن بلفظها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل: ووردت بمعناها، إنني براء مما تعبدون
إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول؟ لا بأس، هما مواضع رفع اليدين، هما مواضع رفع اليدين عند التكبير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل متزوج بثلاث نسوة ويعدل بينهن في المبيت، ولكن تختلف رغبته في الجماع، يقول: فهل يجوز له ذلك وهل يخالف العدل؟ هذا لا يملكه، هذا لا يملكه. العدل يكون في الكسوة وفي النفقة وفي المبيت، هذا العدل المطلوب. وأما الميل الجنسي هذا لا يملكه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يحب عائشة أكثر من غيرها، حبة القلب ما يستطيع الإنسان يحب نساءه على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول عادة الله؟ يقول: ما حكم قول عادة الله؟ يقول: كيف يكون؟ ما أعرف، ما أعلم فيها شيء. نعم. يعني جرت العادة من الله بكذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أحفظ مالي في بيتي أو أودعه في البنك؟ والله بهواك، هذا ما يحتاج سؤال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من قذف زوجته بسبب تصرفاتها، يقول: ثم طلقها، يقول: كيف يكون؟ إيش؟ يقول: من قذف زوجته بسبب تصرفاتها. قذفها؟ نعم. أعوذ بالله، ما يجوز القذف، قذف بالفاحشة والزنا، ما يكون القذف إلا بالفاحشة، سمى قذف. نعم. يقول: كيف يتوب الآن؟ نعم. يقول: كيف يتوب الآن؟ استغفر ويعتذر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي حدود قطيعة الرحم وضابطها؟ كيف؟ يقول: ما ضابط قطيعة الرحم؟ الرحم كل شيء يكون يبعدك عن رحمك فهو من القطيعة، كل شيء يبعدك، الزيارة ما تزورهم، الكلام ما تكلمهم، هذه القطيعة. وكذلك القطيعة في أيضا في المال، كانوا محتاجين ما تعطيهم شيء من الصلة تصلهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، كيف الجمع في إخباره أن الأجل يؤخر وبعدها يخبر أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ لا يؤخر إذا لم يكن هناك سبب لتأخيره، إذا كان هناك سبب يؤخره الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يصلي السنة البعدية، الراتبة البعدية بعد صلاة المغرب، يقول: ودخل رجل وأتم به، فهل له أن يجهر ويصلي ثلاث ركعات؟ لا يأتم به، لأنه هو مأموم، هذا مأموم وقام يجيب الراتبة، والمأموم لا يكون إماما إلا باستخلاف الإمام له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقال بعد السلام أو قبله؟ يجوز هذا وهذا، ولكن ظاهره أنه قبل السلام، لأن الدبر يطلق على ما قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام، والدعاء في صلب العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول:
ما أفضل صيغ الاستغفار؟ اللهم صيغ الاستغفار سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فري، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك أناس لم تصلهم الدعوة والإسلام ويعيشون بعيدا عن الناس، هل يعذرون بجهلهم؟ هذول من أصحاب الفترة، والحقون بأصحاب الفترة إذا لم يبلغهم شيء، منقطعون عن العالم ولا يبلغهم شيء، لا مهنة شيء ما أبلغها الإسلام بواسطة البث الإذاعي وواسطة كثرة تقارب البلدان، تقارب المسافات، ما أحد ما أبلغها الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تسأل عن قراءة الحائض للقرآن. ما تقرأ الحائض للقرآن ولا آية واحدة حتى تطهر وتغتسل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه أخرى تسأل عن حكم رسم الخط على الحاجبين بقلم داكن. هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز. الحاجبان يتركن كما خلقهن الله، وهذا أجمل للمرأة أن يبقى ما خلق الله لها على حاله. نعم. انتهى.